بدكم تعرفوا مين الأقوى؟ مشوا معي. مخيم الأقوى حتكون اكسبيرينس كثير حلو إلي، لأنها تجربة جديدة علينا. أول تحدي إلكم هو نصب الخيام، رح تكونوا منقسمين لفريقين. روحي. كل فريق حيكون عنده تيم ليدر. حس أنه بداية لأشياء كتير حلوة لقدام. أنا رح تخيموا مع بعض 10 أيام. بدكم تعرفوا مين الأقوى؟ مشوا معي. هن 10 مشاهير من السوشيال ميديا حيعيشوا مع بعض 10 ايام بالمخيم الاقوى، مع انهم مش كلهم اصحاب ومش كلهم بيتفقوا، هيدا تحدي من التحديات اللي حيواجهوها. رح نرجعهم سنين لورا، مش حياخذوا معهم من التكنولوجيا غير تليفوناتهم، رح يواجهوا كثير تشالنجز، منهم النوم القليل، نوم بالمخيم، اكل وشرب قليل، وكثير تشالنجز غير رح يواجهوها. مش القوي بالتحديات اللي حتشوفوها بالبرنامج، بس هو الأقوى على السوشيال ميديا وقادر يحقق فيوز مع متابعينه على اليوتيوب بيج لحلقات البرنامج على قناة الآن. أنا أحمد عاصي، عمري 21 سنة، عم بدرس ميديكال لاب اللي هي مختبر. أنا اخترت هيدا المجال بالدراسة لأنه من زمان أنا كنت أدرس صيدلة، كان شغلنا تقريباً شوي بالمختبر، فكتير حبيت شغل المختبر فقررت أقلب للميديكال لاب اللي هو تقريباً 3 أرباعه مختبر، فكتير كنت حب هيدا المجال وهلأ بعد لي سمستر وبتخرج. أنا بلشت على السوشيال ميديا بفترة الكورونا، كنا كلنا محجورين بالبيت وما عنا شي نعمله. نزلت أبليكيشن تيك توك، صرت صور فيديوهات مهضومة، ابعتها لأصحابي. الصراحة كثير دعموني أصحابي وحبوا الفيديوهات وشجعوني نزلهم. يا حافظين؟ حافظين. طب يا أويو وياي. هاد. ها 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 هاواي بي 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 بي. فمن وقتها صرت نزل فيديوهات، طلعوا كثير فايرل، صاروا يجيبوا مشاهدات عالية، زدت فولورز. من وقتها لهلا انا مكفي على السوشيال ميديا. مخيم الاقوى حتكون اكسبيرينس كثير حلو الي، لانه انا اول شيء اول مره بشارك بهذا الشيء، وثاني شيء حنكون انا وكثير من زملائي على السوشيال ميديا، فحيكون في كثير قصص حلوه بيناتنا، حنتقرب اكثر. وبدي اقول لكم انه انا ربحان بمخيم الاقوى، صوتوا لي. اول تحدي لكم هو نصب الخيام. رح تكونوا منقسمين لفريقين طول مدة البرنامج، الفريق الأزرق والفريق الأخضر. هلا أنا شخصياً معود على جو الكامبات، انصدمت أول شيء وقلت أكيد ناطرني كتير قصص، كتير حنتوسخ وحننجوي بس كتير حننبسط.
الفريق الأخضر حيكون بقلبه إلياس شحود، نانسي حوراني، محمد حجازي، رولا شعيب وأحمد عاصي. والفريق الأزرق رح يكون بقلبه أسيل وبيشو، ريبيكا يمين، محمد مطر وبشير شقير. صحيح أنه كل فريق ينصب خيمته، بس وقت النومة البنات بخيمة والشباب بخيمة تانية. لا الصراحة كتير مبسط أنه أنا بهيدا الفريق، ومن الأول أنا كان بدي يكون معهم. هلا الفريق الأخضر حيجي لعنده وياخد أسوارته ويلبسها على إيده. هلا نفس الخبرية للفريق الأزرق. أصلاً نحن حنربح، بس لعلمك يعني. أنا رولا شعيب، عمري 30 سنة، درس Public Relations and Advertising بجامعة لبنانية. حالياً عم بشتغل Marketing Leader بشركة Auto Trader لبنان، وبالليل بمارس هوايتي التانية اللي هي الغناء. صار لي من 2016 عم بشتغل على موضوع السوشيال ميديا، ومن فترة طويلة. شو القصة يا أميرة؟ بعلمي كنتي وفيرة، مع أن يوصل نص الشهر وما في بالجيب ليرة. أبو فارس شو أخبارك؟ ماشي الحال. مضيع ليلك بنهارك؟ نعم. لك عم تحكيني بالمصروف، ممنوع وصل لازم نارك. هيك بدي؟ عين في اللي عم تعاملنا. إلك قلب؟ خليك ضل. من لما بلشت غني مع تامر حسني على بأعياد بيروت على المسرح، وهون كتروا الفولورز عندي والمتابعين من مصر ومن بعض الدول العربية، ومن وقتها صرت عم اشتغل على الستيب، يعني مثل ما بيقولوا على البطيء، يعني كمان سلولي ودرجة درجة مثل ما بيقولوا. تجربة مخيم الأقوى متوقع تكون كتير حلوة، لأنها تجربة جديدة علينا، عم نتعرف على شغلات يمكن نحن ما بنعتمدها بالحياة اليومية، يعني هاي واحد. اثنين، عم نتعرف على وجوه جديدة، إن كان مشاهير التيك توك وإن كان من الأكيب العمل. بحب أقول للمشاهدين ولمتابعين المخيم الأقوى أنه أنتوا صوتوا للي أنتوا بترتاحوا له، بتحسوه هيك فلكسبل على قلبكم، بتحبوه، حبيتوه، مهضوم، خفيف، نظيف. أي أنتوا هاي لحنها؟ مش يلا أكتين أحنا هاي قلنا يلا حطوها. بدنا الحدايد، وين الحدايد؟ الحدايد هونيك يلا حدا يجيبه. يا خلاص كملوا عادي. يمين، عمري 20 سنة، وأنا ثالث سنة تلميذة تمثيل إخراج بجامعة الأوزاك. من أنا وعمري 12 سنة استكشفت موهبتي بالتمثيل، بحب كل شيء خاصه بالتمثيل وأنواع التمثيل، واستفدت منها بالسوشيال ميديا، بلشت أعمل كونتنت، سوي فيديوهات، كل شيء خاصه بالدراما، فاني، كوميدي، دعايات، مسلسلات، أفلام، حلمي على كبر سير ممثله. بلشت على السوشيال ميديا كان عمري 12 سنة، كان عندي تابلت جليها كادو على كريسمس، وبلشت صور فيديوهات. بوقتها ما كان في تيك توك، ما كان في كتير كونتنت كريترز، ما كان في انفلونسرز وعالم على السوشيال ميديا. بلشت بعمر كتير صغير كنت على السوشيال ميديا، وعالم تبعتني وكبرت معي خلال هالسنين كلها، حيصير لي تقريبا 7 سنين 8 سنين بعمل كونتنت للعالم. الكونتنت اللي عم بقدمه على السوشيال ميديا هن فاني فيديوز، بختاري على سكتشات وافلام كثير مهضومه وبتضحك، قصص ريليتبل، قصص العالم فيها تشوفها وتضحك عليها. وعلى التيك توك صرت عم بعمل كمان كونتنت خاص بالاكل، لانه بحب الاكل كثير، ودائما بحب الحق الكونتنت شيء انا عن جد بحبه، فكل شيء فاني واكل. قررت شارك ببرنامج مخيم الاقوى لانه هيدي اكسبيرينس حلوه لنا كلنا، نتعرف لبعض وكل المتابعين كمان يتعرفوا علينا اكثر، نعمل تشالنجز بين بعض، نتقرب، في عالم ما بيتفقوا مع بعض وان شاء الله نتقرب كلنا سوا، فعن جد اكسبيرينس حلوه للكل وان شاء الله تحبوها. صار لي 7 سنين بتعب على حالي وبجرب قد ما فيي ضحك غيري، وهلا صار وقتكم انتم تضحكوني وتفرحوني، مشان هيك بدي اياكم تصوتوا لي لمخيم الاقوى وان شاء الله نربح عن جد. 100%. شو ناسيين حدايتكم؟ تفضل. شكرا.
لا اعطيتيهم اياهم يجيبون لحالهم. لا لا ابد لا خلص اسمي نانسي الحوراني عمري 22 سنه درست 3 سنين اكاونتينج وحاليا بمجال السوشيال ميديا. انا على السوشيال ميديا بعمل كوميدي فيديوز ماي كونتنت هو كوميديان و ات ذا سيم تايم ام كونتنت كرييتر يعني باور عنده ماني ماني اذا باور ماني افتر ماني. هلا انا على الستوريز بانستغرام انا والاصدقاء بقولهم اصدقاء ما بقولوا لا متابعيني ولا شيء بقولهم اصدقائي انا وياهم في مثل شيء معضوم بيناتنا يعني اذا ما بفوتوا بيعملوا لايك وكومنت على البوست او الفيديو اللي بنزله بصير لهم لايك انه اعملوا لايك اعملوا كومنت عشان يصير الدم للركب وبنعمل مشاكل يعني تهديد بس بشكل اكيد مور يعني فون ما في شيء جدي. كل المشتركين انا بعرفهم معرفه رسميه انه عادي هاي هاي فريندز بس شخص واحد اللي هو الياس مثل خيي. اتمنى من اصدقائي اللي عم بيشوفوا هلا برنامج المخيم الاقوى يصوتوا لي ويشجعوني عشان ما يصير قصص ما تعجبكم وفهمكم بكفايه يعني اوكي. هلا نحن خلصنا الخيمه وكل شيء بس انه رزع شعرات لو اذا يعني مجيها كم خلص حبيبي بدنا نروق يعني. لا لا جايين سهرة لحتى تدقق على الموضوع هلا جايين هلا انت انتبهت لشعرتك وانتبهت لصبغتك جايين خاصي الفريق الثاني يعني ليك اسمي محمد حجازي 22 سنة بدرس ماركتينج. بلشت على السوشيال ميديا بفيديو كتير عادي طلعت عم بقول عن حالي اني احلى شاب على تيك توك. هلا كنت عم جرب استفز بس بطريقة اني وصل مسج وهيدي المسج رجعت شرحت عنها تفاصيل بعد شهرين يعني بس انه هيك فجأة نمت فقت لقيت حالي بوب كل العالم عم تحكي عني فيديوز الي على تويتر. هلا كانوا شوي عم بجربوا يتساءلوا ويتنمروا يعني بس انه هيدا الشيء ما خليني اوقف بالعكس كملت طالع عم بحكي عن حالي ويمكن العالم بيزعج الواحد يحكي عن حاله وما بعرف. كثير بهتم بشعري وبحب اعمل قصص جديده بشعري يعني اذا في شيء ممكن يغير لي شيء فيه هو شعري حسب لوك شعري كيف بيكون. قررت شارك بالمخيم الاقوى وشي شيء جديد شيء حلو مع كذا حدا انا بعرفهم تشالنج جديد وبتعرفوا انه انا قد كل التشالنج على طول ربحان يعني ف جاي اربح. اذا ما فهمت جايز طلعوا انه الوحل كذا بنطلون بنطلون بس انه بنطلون مرتب يعني وجيب البقوه شو بعمل فيهم. حبيبتي ما جايين احنا على كامب مش على سهره بس انت هلا متغسله ما فهمتك ليه عم تضحكوا يعني ماشي بضحك. سوري انا ما حكيت ولا كلمه طلعت فيي قلق صراحه كثير انزعجت انه تيابي توسخ وبعرف انه جايه على كامب وكل شيء بس انه يعني تيابي وايدي وشعراتي ما بحب انه يتوسخوا بحب ضلني هيك. حبيبي نحن تيم واحد يعني جاي عم تتمشكلي معي كيف تغسل كلنا وسخنا حالنا ليك لعيبه ليك فوق على صباطي كيف انا عم تضحكي وتتمسخري انه حبيبي هالنقطه شو حتاثر عليكي جاي على كامب انت لو هيك مش خليكي. هلا نحن هون جايين كامبينج جايين نتسلى جايين نعمل تشالنجز وتحديات ما بعرف ليش يعني ما بدها هالقد بالنهايه اذا حدا توسخ هذا الشيء كله بيزبط ما شوفيها كلها وحل انا كأنا ليك عن جد عاد شو بدك خلص عن جد كل شيء بتغسل شو ايه بس ما فهمت شو بدك انت شو جاب تعمل ما من طلعت هاي لا بس انه يلا يلا لا انا لا بس انه ما بدها هالقد يعني يلا انت شو خصتي شو جد شو روحي 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 حالك شو بحالك شوي. هلا اسيل حدا كثير صراحه انا دائما بقول هي حدا انه كثير بنت يعني انه انا ماني هيدا هذا الستيل انا صراحه ما بيعجبني انه خلص شدي حالك شوي بيمشي الحال. وين اصلا وين فريقهم؟ مش مبين فريقهم نايم ربحنا اول تشالنج زي يلا بلش اسمعوا بركي عم بخططوا عنا ما بحس بركي عم بخططوا بس اللي بعرف ربحنا اول بس ليك اللي بيحكي كثير ما بينفذ حتى لو بنجيب بنطلون حتى لو كل شيء بدنا نربح يا حبيبتي فوتي لجوا نحن اليوم طالعين على الأردن السوداء أعلى نقطة بلبنان ليتس جو هاي سبوت ان ليبنون ليتس جو أنا بشير شقير عمري 27
اول شيء فتت فاينانس بالباتشلرز ديجري، هلا عم بعمل ماجستير بالجامعه الامريكيه بالداتا اناليتكس، هي هيدي الميجر خاصه بالكودينج وبالستاتستكس اكثر، وانلايزنج داتا يعني تحليل المعلومات تبع الداتا للشركات وللسوشيال ميديا، يعني اذا واحد عم يشوف انسايتس او معينه على السوشيال ميديا مثل انستغرام مثل تيك توك، فوي جادر ذا داتا او بناخذ هالداتا كلها وبنجمعها وحطي لي اخر شيء نحللها وتطلع بطريقه محترمه. يعني بحب اكتشف لبنان، عندي هيدا الباشن انه اشوف مناطق جديده بهالبلد، عندنا بلد بعقد من طبيعه من وديان لخضار وكتير حلو هالبلد، وبلشت نزل على انستغرام بوستات خاصه بلبنان بجمال طبيعته، جمعت عده مناطق مع بعضها حطيلي فرج الناس قد ايه البلد حلو، حطيلي شجعهم يزوروا لبنان اكثر اذا كانوا مغتربين ولا جوات بلدنا، يعني متابعيني انا الاقوى صوتولي. اللي مش عارفينه انه الباص اللي وصلنا لهون راح، يعني راح تخيموا مع بعض 10 ايام. لا ولو مع انه كل انفلونسر جايب معه اغراضه، نحن جايبين لكم اغراض تو سرفايف، فبدي من كل فريق شخصين، راح اختار شخصين يجي وراح نلعب لعبه صغيره كرمال تحصلوا على هول الاغراض. اول شيء بدي نانسي وبدي بشير. يلا نانسي نقطة ضعف الفريق الأزرق هن صراحة كلهم، يعني ما عندهم شخص معين، هن كلهم ضعف، هن بس يشوفوني أنا بوجهن حيرشفوا. كل واحد منكم رح يختار إذا بده عربي أو إنجليش كرمال نلف هيدي الكوين. تختار إنجليش أو عربي؟ عربي. أجنبي. أوكي اوكي بشير. ماي هلا راح اختار اسيل والياس. يلا اسيل. اوكي الياس عربي او اجنبي؟ عربي. اوكي يعني انت اجنبي. لله للصبح عربي. يلا الياس اختار شغله واحده. ماي بس. اوكي من الفريق الازرق راح اختار بيشو، من الفريق الاخضر راح اختار محمد حجازي. تفضل عم. يلا حجازي للصبح. للصبح للصبح. انا بدي لحظه ليديز فيرست. تفضل ليديز فيرست. ما لانه هي حظها على طول ما حلو فعليك حتخسر. يا حجازي تفضل. انجلش اجنبي عربي؟ يا انجلش. شايفه شايفه هارد لاك. لا هول اكثر، هول اكثر من النودلز. أنا بيشو عمري 23 سنة ودرس راديو أن تي في. أنا من أكثر الإنفلونسرز اللي عندهم فولوورز تقريباً بلبنان، عندي 2.7 مليون متابع. هلأ أنا ستيل عم بدرس راديو أن تي في، ما خلصت بعد، بس بظن أنا لما فتت بهيدا الدومين قلت خلص لا صار لازم إنه ركز وفوت أكثر بمجال السوشيال ميديا، فأنا قررت إني أعمل راديو أن تي في لأنها بتساعدني كمان قدام الكاميرا وورا الكاميرا بنفس الوقت. صوتولي بمخيم الأقوى لأنه أنا رقم واحد وأنتوا حتكتشفوا هيدا الشيء بنفسكم. بحبكم. أوكي جايز هلأ من الفريق الأزرق رح أختار محمد مطر، من الفريق الاخضر رح اختار رولا. يلا رولا. بما انه ليديز فيرست
بدك عربي أكيد أو انجلش؟ يلا نحن جماعة العربي انجلش. ما بيأثر نحن معوضين على صيد العصافير. خبز خبز يلا نحن اصلا هون بيشبعونا. نحن بناكل صراصير. ما بيشبعونا، احنا بناكل لحم ما بناكل خضره. انا من صيد نحن بناكلنا اللحوم. اخر شيء بيبقى عنا ربيكا واحمد عاصف. يلا احمد، يلا احمد، املنا فيكي احمد. يلا ربيكا شو بدك؟ اجنبي. أجنبي للصبح. عربي. معلي عنا كتير عنا كتير. على فكرة على فكرة لو ما زحطت من إيدها وراحت على تاني إيد ما كانت تتعرف. اسمي أسيل، عمري 20 سنة، عم جهز ورائي حالياً تسافر على إيطاليا تكفي دراستي بمجال الماركتينج. انا عرفت اول شيء على السوشيال ميديا بنت نانسي عجرم، فكفيت بهيدا الشيء، وحاليا انه شوي عم غير، عم بعمل اشياء ترندز وفاشن وهالقصص. قررت شارك بمخيم الاقوى لانه هيدا اكسبيرينس جديده، وانا كل شيء هيك جديد بحب جربه، وبحب الكاميرا كثير وبحب التمثيل، فبحب هيدا الشيء و بحس انه بدايه لاشياء كثير حلوه لقدام. So it's a good start for me. طيب يا عمري انتو هلا بدي منكم تصوتوا لي، لانه اذا ما بتصوتوا لي رح ازعل منكم، رح يصير في زعل، فتبعوا على حالكم. اوكي 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 جايز، هلا بدي اعرف الفريق الازرق شو معه غراض. ماي انا معي فول ماي وخبز. ماي فول وخبز. في خبز؟ نشمع نشمع. اوكي والفريق الاخضر شو معه اغراض؟ معنا ماي نودلز. بس هالي ما بيشبعوا بسينا صراحه. زعلت عليكم فبدي اهديكم خيار. زقفه للحكم، زقفه للحكم. ميرسي ميرسي ميرسي. ما بنقول ميرسي. اذا هني خسروا احنا ربحانين، بيطلعنا الباقي احنا ربحانين. بس لا لحظه، انا ما بقى خلص. ثلاثه بثلاثه. القلب اللي انت طالبه مغلق او غير متاح، تربسه وشايله بجيب المفتاح. انا محمد مطر، عمري 23 سنه وبدرس ماركتينج. صراحه بلشت اول شيء نزل فيديوز مثل هالعالم، وصار يضربوا. كنت بعمل كونتنت كوميدي وصاروا يجيبوا كثير لايكس وفولورز، فكفيت وتعرفت من بعدها على كثير اصحاب من السوشيال ميديا، صرنا نظهر ونصور مع بعض وهيك كفيت. انا بحب التمثيل والاخراج وكل هالاخبار، فبالاختصاص الجاي رح ارجع اعمل راديو تي في. فهلا بس اخلص هيدي السنه بلش راديو تي في او سينما. علاقتي بالموجودين بالبرنامج مختلفه شوي، في اشخاص بحبهم واشخاص ما بحبهم. صراحه ما عندي يعني كره، بس ما بحبهم، ما بحب يكونوا موجودين ولا مطرح بكون فيه. يعني حابب اقول اسامي هلا، فاللي ما بحبهم هن الياس شحود ونانسي وحجازي. يعني انا ما بدي اكون متواجد معهم ابدا ابدا ابدا. يعني انا وصديقه الي كثير مقربين ما بدنا نشوفهم. والاشخاص اللي بحبهم اللي هن باميلا وربيكا وبيشو واحمد عاصي ورولا. بدي اطلب من جمهوري انه يصوت لي ويتحرك ويشير ويعمل كل شيء كرمال اربح على الياس. اوكي يا جماعه، كل فريق حيكون عنده تيم ليدر كرمال يكون مسؤول عن توزيع المهام خلال هول 10 ايام. فبما انه نحن بالمخيم الاقوى وما بدي اياكم تتخانقوا من اول نهار، التيم ليدر رح يكون المشترك اللي عنده فولورز اكثر بالفريق. فتيم ليدر للفريق الازرق حيكون بيشو. تيم ليدر للفريق الاخضر حيكون الياس. الياس ما باخده على محمل الجد يعني صراحه، بضله وسرعنه هيك. انا بحب الركاز، نحن جايين على تشالنج لنكون اقوياء، وعنا يعني حضور، مش جايين لنتمرقع ونتغنج على بعض. انا الياس شحود، عمري 21 سنه، بدرس ماركتينج بجامعه الحكمه. عندي اكثر من 1.5 مليون متابع على التيك توك.
من ورا اكيد امي لها فضل كثير كبير علي، ولانه بعمل مقاطع كوميديه انا وياها وحبونا العالم بهذا الثنائي الحلو، قررت شارك ببرنامج مخيم الاقوى كرمال انا شخص بحب التحديات بحياتي اليوميه، وانا جاي اتحدى حالي بهذا البرنامج لانه اجمالا انا ما شخص لا بحب الرياضه ولا بيعمل رياضه، فانا جاي هون انا اتحدى حالي، اتحدى لوين في انا اوصل قدرتي اكثر شيء، لانه اكيد الكونديشن كثير صعبه وانا جاي تواجهها واعمل مستحيل كرمال ضلني للاخر وكون قوي وما استسلم. اكثر الاشخاص اللي انا مبسوط فيهم انه هن معي بالبرنامج هن حجازي ونانسي. نانسي هي بالنسبه لي احلى صدفه بحياتي، هي عن جد مثل اختي، يعني اللي بزعلها بزعلني، واذا محمد مطر او بيشو اللي هن نحن منا صاحبين نحن وياهم عنا خلاف كثير كبير برات البرنامج وجينا على البرنامج سوا للاسف يعني، بس نحن انا ونانسي ما في شيء بخوفنا، واذا حدا حكاها كلمه او حدا توجه لها اكيد انا حكون بظهرها، واكيد ما حدا حيزعلها لانه انا على طول خيا وسنده بالحياه، فبحبك كثير ما بيواجهوا لنا صعوبات محمد مطر وبيشو ابدا، واكيد انا رح اتحداهم، انا وياك رح نتحداهم ورح نكون اقوى منهم ورح نربح ونفرجيهم نحن مين. اوكي جايز، مثل ما شفنا الياس شحود هو التيم ليدر للفريق الاخضر وبيشو هي التيم ليدر للفريق الازرق، فعليكم مهمات توزعوها على فريقكم واللي هن اول شيء تنظيف المخيم، الحطب، الاكل. سوري بس على التيم ليدرز ولا كيف يعني؟ لا التيم ليدر بده يوزعهم على الفريق. ايزي. اوكي فهول هن المهام. انا كثير انبسطت انه تم اختياري كتيم ليدر لانه حتى رفقاتي كلهم ما كان حدا ابدا عنده ازعاج، وكل اللي بالتيم معي كلهم بحبوني وانا بحبهم وما كان عندهم المشكله، ويمكن حسوني انه انا اكثر واحد مناسب تكون بهيدا البوست لانه انا بعرف اكثر كيف رجلج الامور وكيف كل واحد اعطيه اللي هو بيشبهه. واللي حابب الانفلونسر المفضل عنده يربح ما عليه غير يفوت على رابط الحلقات اللي رح تنعرض على صفحه المشاهير العشره، يشتركوا بقناة الآن على اليوتيوب ويحضروا الفيديو كامل ويكتبوا بالتعليقات اسم المشترك المفضل عندهم. بالحلقة 11 والأخيرة رح نعلن عن الرابح والجائزة. مش عارفين شو ناطرهم.